أهلا وسهلا بكم في قناة أم ريبال. Welcome to the Om Rapal channel. مصرية طلعت امبارح اول امبارح لقيتها طالعة بتقول يا ناس الدواء في سم قاتل. اشوف ايه هو الدواء اللي في سم القاتل ده بتقصد بيه ايه؟ لقيت الست الله يهديك يا مصرية، والله يا مصرية صوري وتأمني بالله ماشي، انت اثبتين انك انت غلبانة بالفعل. انت من ساعة ما سحبوا منك الكرسي ومن ساعة ما عادش حد بيلقنك ولا بيديك حصريات يا مصرية، وانت بتفكري فكر غبي غبي غبي. حلم ايه يا وليه اللي انت حلمتيه وتقولي طفلة جات ووشوشتني من هنا ووشوشتني من هنا وقالت لي الدواء في سم قاتل؟ ده انت كنت بتخرفي، ما كانش حلم. يخرب بيوتكم ناس والله العظيم، انتوا مالكم؟ انتوا بتسرحوا بالناس ليه كده؟ ايه العته اللي انت فيه ده؟ حلم ايه اللي الدواء في سم قاتل؟ وتقول لك اصلها كانت رؤيه. رؤيه ازاي يا ست هانم؟ رؤيه ازاي؟ قالت لك اصل انا قلت لنا يا رب ما اعظمك يا الله، ما اعظمك يا الله حقيقي، ما اعظمك يا ربنا حقيقي، لكن اللي انت بتعمليه دوت ديت واحده كنت انت واخده، كنت واخده برشامتين تعب قبل ما تنام. انت انا واثقه كنت واخده برشامتين قبل ما تنام. اللي انت عاملاه ده حبوب هلوسه، كنت نايمه ولا ايه؟ ايه التخاريف اللي انت قلتيها دي؟ اصل انا بقول لكم ايه، انا بيني وبين ربنا عمار، كلنا بيننا وبين ربنا عمار. لا وخلي بالك ماشي، خلي بالك تقول لك ايه ماشي فاطمه، تقول لك لا خدي بالك يا فاطمه من دي، تقول لكم ايه، انا عايزه بس اعرف كنت بيني وبين ربنا ايه. قلت له يا رب كده اديني يا رب ايه اشاره لمي اشوف بس جانو مات ازاي ماشي. الظاهر كان ابليس صاحي من الغط، والله العظيم استوري يوم جديد، والله ضحكت ضحك والله، وهي بتتكلم وتقول ايه، مش عايز اقول لكم ملاك. شفت واحدة جميلة مصدقاك؟ انا مصدق، ما هي حبوب الهلوسة بتعمل اكتر من كده والله، من غير ما تحلفي مصدقاك. الحلم بتاعك صادق، ما هو حلم الهلوسة بيعمل اكتر من كده مش، او بيعطيها اشارة. هو مين عشان يعطيكي اشارة؟ استغفر الله العظيم يا رب. عن الملاك اداها اشارة من هنا واشارة من هنا، وهي عايزة تطمن ان جانو مات ازاي. راح قال لها في ودنها اكتبي كده بس، اكتب ايه؟ الدواء سم قاتل. طب ما يمكن الدواء ده عند المحلاوي كمان. قال لا الدواء في سم قاتل، يعني مش ممكن الدواء ده كمان ياخده المحلاوي؟ اشمعنى الدواء ده سم قاتل عند جان، ليه ما يبقاش سم قاتل عند المحلاوي كمان؟ قال لا، ما اللي يقتل هنا يقتل هنا، واللي قال لك الملاك هنا ممكن ينفذ عند المحلاوي برضه، اهو كله سم قاتل. وبعدين تعالى عشان اقول لك بتهلوسي ازاي، تعالى اقول لك الله يهديك يا رب، والله العظيم بجد، والله انت صعبت عليا يا مصري. انت من ساعه ما الناس خدوا منك الكرسي ومن ساعه ما الاوامر ما عادش بتجيلك وانت عبتي بتهلوسي. انت عايزه تعملي حصريات على عيني وراسي، اعملي حصريات والله ماشي، دي احلام اليقظه مش ممكن تكون رؤيه يا ستي. تعالى اقول لك ازاي بيتهلوس. هناء عندها ملاك بيجيب لها فلوس، ومصريه عندها ملاك يوشوشها ويجيب لها الحصريات. اياني منكم، انت ولا مصريه؟ مصريه ولا هناء؟ والله العظيم انتوا الاثنين انتوا شعشعتوا والدماغ بتاعتكم وسعت، والله وسعت. تعالى اقول لك ازاي دوت مش حقيقي، تعالي والله العظيم بجد افهمك مش حقيقي ازاي. بص يا حبيبتي، تعالى عشان افهمك ده وسواس ولا ده هلوسه ولا في ايه. بصي، لما يجي واحد يقول لك ان جانو مات بجرعه زياده، اعرفي دي هلوسه. ليه؟ لان الراجل، اتفضلي يا جوري،
لان الراجل راح الطب الشرعي الفرنسي. انت عارفه اتعافي يا مصريه لما حد يقول لك كده قولي لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ هيخليكي مسخره زي ما انت مسخره دلوقتي. يجي واحد زي ده شيطان يقول لك ايه، هو عايزك يخليكي مسخره، هو مش عايزك رؤيه، هو عايز يضحك الناس عليك. اللي جالك ده مش ملاك، ده واحد عايز يضحك اليوتيوب عليك، وواضح ان هو ضحك اليوتيوب عليك، خلاكي مسخره اليوتيوب. اذا اللي جاي ده المفروض تقولي له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه يا انجي؟ هقول لك ليه. ليه ده شيطان؟ هقول لك ليه. ليه مش ملاك؟ هقول لك ليه يا مصريه. لان الراجل لو مات بجرعه زياده، مين زميلتك سناء؟ سناء ادمن الصفحه بتاعتك او القناه بتاعتك، طلعت مره على اليوتيوب مرتين على المنصات وقالت بالنص كده، بالنص بالنص، هقول لك تفسير الحلم اهو، بالنص قالت سناء وكانت بتلقح عليك الكلام، ان يقول لك ان حد بيقتل في فرنسا كذاب، اللي يقول لك حد يسرق بيت حد كذاب. ده مصري؟ ده مين اللي قال الكلام ده؟ ده لسناء. سناء ادمن الصفحه بتاعتك قالت لك كدابه، ماشي. لا حرام عليك يا مدام، انت تقولي لا انا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، احسن تتحرق هي وهنقفل ليله واحده. خليهم يستعيذوا وخلينا نخلص، ده خرفوا الاتنين قوي. خرفتي يا بنتي، خرفتي والله يا مصريه. فهناء قالت لك الحل، قالت لك ايه؟ قالت لك ان مفيش لا قتل ولا في حد بيسرق حد فين؟ في فرنسا. ليه؟ قالت لك عشان القانون الفرنسي جامد، مش بالسهل قوي. وبعدين تعالى فكري، مش انت قلت قبل كده ان القانون الفرنسي والامن الفرنسي شديد؟ طيب منين بس بتقولي الكلام ده؟ جاردك تاني ونرجع تاني يا مصرية نعيد في المحكي. ازاي يا مصرية تبقى الست دي قتلة واحد والطب الشرعي يسيبها؟ لا هيسيبها في المرة الأولانية ولا هيسيبها في المرة التانية. مش انت برضك يا مصرية باين عليك هو نفس الملاك اللي جالك، قصد الشيطان اللي جالك اللي بيغرقك. واضح ان ده اللي جه قالك ان هناء قتلت الطيار وحطت تحت الكباب، مش انت اللي قايله الكلام ده برسالك؟ طيب ينفع يا مصرية اي حد يجي يوشوشنا بكلمة نطلع بيها كده على الناس، مش بدل ما الناس تضحك علينا نتأكد من الكلام؟ ينفع؟ معلش انا برضك باخدك على قد عقلي كده، انت غلبانة، انت طلعتي غلبانة يا مصرية. انت هتلاحقي على ايه ولا على ايه؟ هتلاحقي على الحصريات ولا يا عيني تنزلي تشوفي رفائيل بتاعك ولا تنزلي المحلية؟ والله كتر خير، مش في دماغك تفكري؟ واضح ان الراجل الملاك اللي جالك ده، قصدي الشيطان اللي جالك ده، برضك ضحك عليك الناس وقال لك هناء قتلت الطيار وشريته في الكباب. طيب معقولة كده بس يا مصرية نتكلم بالعقل؟ وانت قايله وسناء قايله ان البوليس هناك جامد، هل معلش يعني هيسيب طيار وبرتبة طيار ليه بصمته في المخابرات وفي الجيش الحربي يوم ما يختفي كده؟ هنقول مدفون في الكباب؟ طب جثة مين اللي بيروحوها؟ مش في جثة كانت جثة الطيار دي في الكنيسة؟ وانت بنفسك قلتي وجبتيها ان الطيار جثته في الكنيسة؟ منين جثته في الكنيسة يا ولية؟ بس بلاش تخاريف. منين في الكنيسة ومنين يا ستي مدفون مقتول؟ الله يهديكي، انا نفسي كده يعني بلاش تخرفي قدام الناس، بلاش. هي سناء سابت صفحتك ولا ايه؟ هي سناء سابت القناة؟ سؤال، سناء سابت القناة؟ اصلك سناء لو موجودة مش هتسيبك بالمرحلة دي، ونسيبها صودة لما تكون سناء معاك وسايباك تهرتلي كده؟ ده جناك، ده واقص ام القاتل. ايه براح؟ راح الراجل طلع راح الطب الشرعي، ولو مات بالسكتة القلبية هيعرف سبب موته ايه؟ جرعة زيادة ولا موت عادية؟ عيب عليك يا مصري، والله العظيم انت صعبانة علي.
والله صعبانة عليا في المرحلة اللي انت وصلتيها دي، انت خرفتي خالص. زي ما قالت قبل كده ايه، ان هناء كانت شايلة المخدرات في الجنينة، برضك مخدرات في الجنينة، في الجنينة ومفيش بوليس يعدي ولا يروح ويجي، ولما اتكشفت شالت المخدرات حطتها في المطعم، يعني حطتها في حتة مكشوفة كمان. هو البوليس ما بيعديش ويجي خالص في فرنسا خالص؟ سايبها هناء رايحة جاية، مش بقولك انت عايشة في بلاد الوكواك يا وليه؟ عيب عليك، اختشي يا وليه، كبرت يا وليه وخرفت يا وليه، عيب اقول الكلمة دي؟ طب خلي سناء تمسك انصحها يا بارون، والنبي انت غلبان يا بارون، قول لها ما ينصحش، قول لها يبقى اتصل عليها يا بارون كده، قول لها عيب يا مصري، عيب حاجة والله زي الزفت. يوم جديد بس ممكن خفة دمك مدام انجل يوم بيوم الضحك، والنبي اسكتي عشان انا وانا وبسمعها والله كأنها في الست عايشة في بلاد الوقواق، الست عايشة في بلد ما فيهاش قانون، عايشة اللي يقتل يقتل واللي يبيع مخدرات يبيع، والست عمالة تألف تأليفات على الست لوحدها. قال ايه؟ لقيت الدواء سم قاتل، قلت بس الملاك جاب لي اللي انا عايزاه، شكرا يا رب، شكرا طبعا يا رب. طب شكرا على ايه يا بنت؟ ان انا عرفت السر. سر ايه يا بنت؟ ان هناء قتلت الراجل، يا دي النيلة، كل شوية قتل 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 كده، مفيش سيناريو غير القتل عندك. قالت لكم بس جانو مات. طيب مات بايه؟ قالت لها بجرعة زيادة، الدواء فيه سم قاتل، وهو الدواء ده اللي جاب له سكتة قلبية. طب يا حلوة، راح الطب الشرعي، والطب الشرعي لو اثبت ان السكتة القلبية سبب جرعة زيادة هيسيبوا هناء، ما هيجيبوا ابو هناء وام هناء من التربة ويحققوا معاها. جننتيني، الله يهديكي. لا ده الحالة خطرة والله، والله الحالة خطرة والله. يا سناء حرام عليك، لو سبتي القناة بتاعتها ارجعينها. وبعدين المتابعين اللي عندك دول الظالمينك والله، حد من المتابعين يقول لها عيب كده. يا بارون اكشف على حالة مصرية، ما ينفعش كده يا بارون، يعني انتوا صحاب كده تخليها بالشكل ده مهزقة؟ كل شوية تطلع لنا بالسيناريو بعيد عن الواقع في بلاد الوقواق. قال لا، كل شوية نحكي فيلم اهبل عبيط ونرمي لهناء، احنا عايزين نلزق هناء اي قتيلة اي مصيبة. خلصنا من سمعة، خلصنا على هناء في كل شيء. طب هنألف على هناء تاني، هتجيب لها نصيبتي تاني. جبت النصايب اللي موجودة واللي مش موجودة على ارض فرنسا، طب هتلبسيها ايه تاني؟ هتفكري لها في ايه تاني؟ ده انت وصل بك الحال تحضري عفاريت، ده انت حضرتي عفاريت مش ملايكة. قال الدواء في سم قاتل، والله لو دخلنا مصرعية مش هنضحك زي النهار. والله اسكتي يا شهد، انا ضحكت ضحك، ضحكت ضحك وهي بتقول ايه، والله ما جت في دماغي والله، وانا ببص لها بتقول لي ايه، خدتني حلمت والملايكة، ملايكة ايه؟ قلت طب اسمع للاخر، وقلت اديني اشارة، اشارة لمين؟ الراجل ده جانو مات بايه؟ انا قلت يمكن قصدها المحلاوي، مش جانو، قلت يمكن رايح على سكة المحلاوي، ما احنا الدور على المحلاوي، قلت يمكن سم قاتل للمحلاوي، مش قصدها جانو، جانو راح وخلاص وانتهى. لقينا الست عايشة في الماضي لسه، الماضي راح وانتهى يا مصرية، الماضي راح، والطب الشرعي كشف عليه ولقاه راح. فوق يا مصرية فوق، ادي لنفسك ألمين كده عشان تفوق. يلا نعيم، هذه تمثيلية وانا ابغي اعرف المؤلف وكتب السيناريو والمسرحية ايه يا نعيم؟ ده هي عايشة في بلاد الوقواق، مسرحية ايه؟ مين جاكي يا انجي؟ شخصية غير معروفة، المفروض انه طالب ومصري، والست فاضية بيها وبتتكلم من الاول، والله العظيم عايزة اللي يقعد لها، والله عايزة اللي يقعد لها.
مسرحيه عايشه على الاطفال. هي عيني والله ثابت علي، والله العظيم ثابت علي الست دي والله. لا طب والله يا مصريه صعبت عليا واتكسفت لك، واحلف لك بالله وانا بحلف بالله انك كسفت لك يا شيخه على الفيديو ده، ويا ريتك تشيريه، ده مهزقه ليكي بجد، مهزقه مهزقه. احنا وصل بينا الحال واتدهور بينا الحال عشان نجيب حصريه نستدعي شياطين. قال الدواء فيه سم القاتل قاتل. قال الدواء ده كان في فيلم زمان كان الدواء فيه سم القاتل، يمكن كانت بتتفرج على الفيلم وحلمت بيه. انت شكلك فتحت التلفزيون قبل ما تنام، فتحت على قناة روتانا سينما شكلك كده، لان كان في فيديو زمان فيه كده دواء سم القاتل. انا عرفت جبت منين، انت اضغص احلام. انا فهمتك كده فهمتك، هي جت قاعدة بالليل بتتفرج على التلفزيون على روتانا سينما، كان في فيلم زمان ابيض واسود كان فيه الدواء سم قاتل. انا عرفت انت جبت منين الفكرة، فانت خدتيها تعسيلة كده، غمضت عينك حلمت بقى بالحلم ده. ده الدواء سم قاتل ده فيلم يا ولاد ابيض واسود، فيلم ابيض واسود، فيلم ابيض واسود زمان، مش عارفه كان ببطوله مين، مش عارفه بطوله مين ساعتها. ماشي ايوه فيلم حياه او موت، مصريه هي البنت اللي شايله الدواء وطول الليل بتدور على ايوه بتدور عليه هو ده. خفي يا مصريه بقى بالله عليك، يعني والله انا نفسي ما عدتش بشاهد لك فيديوهات، لان فيديوهات بقت ممله وما عادش فيها جديد. انت صعبان عليا والله لا اكتر ولا اقل، فبالله عليكي يعني ايه خطبي الناس اللي بتتفرج اللي عدد بتتفرج عليك اللي عدد بتتفرج عليك، لان انا واثقه عدد كبير ما عادش بيتفرج عليكي، لان الفيديو بتاعك ممل وما فيهوش جديد، وكلمه من الشرق وكلمه من الغرب، ويوم بحبيتي تألفي من عندك جبت فيلم قديم ابيض واسود ونصبتي لي حاجة والله صعبة. ماشي هنشوف الجديد مع بعض،